العيش في منطقة مسلك يعني العيش في منطقة راقية جدا وفي أحضان الطبيعة ضمن غابات بالإقرات. المشروع واقع في وسط الغابة، من الجهتين عم نشوف غابات بالإقرات وبالجوار مول وادي إسطنبول. مشروعنا اليوم بضمان الحكومة التركية، لتعرفوا تفاصيل أكثر المشروع تابعونا الآخر فيه. حاليا راح نشوف تفاصيل المشروع مع بعض على المكتب. موقع المشروع مميز جدا كونه امتداد لوادي اسطنبول، حتى شركة الانشاء اللي عم تبني المشروع نفس الشركة اللي بنت وادي اسطنبول. المشروع مقام على اخر قطعة ارض ضمن محيط وادي اسطنبول، لربما هي اهم ميزات المشروع كونه ما راح ينبني شيء في المستقبل. التشطيبات عالية ومساحات الشقق عم بتكون واسعة جدا، والأجمل والأجمل الإطلالة من جهتين عم نشوف غابات بالقراد، من هاي الطرف عندنا غابة ومن الطرف الآخر عندنا الغابة، بالإضافة إلى إطلالة المدينة وخاصة في الليل. المشروع مقام على مساحة أرض 60,000 متر مربع، جزء كبير من هاي المساحة عم بيكون مساحات خضراء، مقسوم إلى قسمين، قسم سكني وقسم تجاري. القسم التجاري عم يحتوي على 5 أبنية. البناء هنا عم بيكون فندقي 5 نجوم راح ينباع ككتلة كاملة، وفيه هون عندنا بنائين تجاريين عبارة عن مكاتب، بالإضافة إلى هي هون البنائين عم بيكونوا هوم أوفيس. وراح نتكلم حاليا عن الجزء السكني، هون 7 أبنية. فيه هون البناء اللي على شكل حرف دي، هو البناء اللي بيحتوي على الشقق الصغيرة، غرفة وصالة وغرفتين وصالة. الغرفتين وصالة عم بتمركزوا على الزوايا، من هاي الطرف عم بيكون بارتفاع 13 طابق ومن هاي الطرف بارتفاع 9 طوابق. وبالنسبة للشقق الواسعة عم تتموضع في هاي الأبنية اللي أمامنا مباشرة الثلاثة، اللي هي 3 وصالة و4 وصالة، وفي بعض الشقق عم تكون 5 غرف وصالة اللي مع حديقة في الطابق الأرضي. عم تواجد عندنا هون 4 شقق فقط بالطابق الواحد، بالإضافة إنه ارتفاع البناء عم بيكون فقط 9 طوابق. وبالنسبة للأبنية الخلفية هاي هون الموجودة على الشارع الرئيسي، عم يتواجد فيها الغرفتين وصالة و3 غرف وصالة، المساحات العادية. كذلك الأمر بتطل على غابة بلغراد من هاي الطرف ومن هاي الطرف. المشروع بيحتوي على مسبحين خارجيين، بالإضافة إلى 3 ملاعب للأطفال. موجود لدينا مسطحات مائية ومسارات للمشي، وعلاوة على ذلك موجود لدينا الخدمات الاجتماعية المغلقة هون في هاي البناء، من مسبح، ساونا، حمام تركي، غرفة بخار، نادي رياضي. في شيء مميز بالمشروع، ضمن الغابة المقابلة للمشروع مباشرة موجود حديقة بتحتوي على ملعب تنس وملعب كرة السلة ومسار للمشي، نستطيع الوصول إليها عبر هذا الجسر مباشرة. موجود لدينا 754 شقة سكنية، بالإضافة إلى 44 محل تجاري راح يخدم المنطقة بشكل عام. علاوة على ذلك موجود لدينا 300 مكتب تجاري. المشروع بيحتوي على مدخلين، مدخل من جهة المول خاص بالسكان، ومدخل آخر على الشارع الرئيسي خاص بالسيارات. موجود لدينا أيضا 3 طوابق تحت الأرض، مواقف مغلقة للسيارات. المشروع في المراحل الأولى من البناء، والأسعار لا زالت منافسة ومقبولة جدا، مع وجود خطة مريحة على الأقساط بدفع أول 40% والباقي على 24 شهر والتسليم إن شاء الله في نهاية 2025، لتستفيدوا من هاي الأسعار المنافسة مقارنة بباقي المشاريع في نفس المنطقة. تواصلوا معنا.